حنا جمعيه اللحوم الحمراء بالتسقيط اللي درنا واحد التوزيع ديال هاد الكفاف اللي فيهم الخضره واللحم. ذبحنا واحد الضروبه اللي وزعناها للمحسنين، وحنا ان شاء الله غيكون واحد التوزيع اخر في عمل تسخير التمارة في الخيريه ديال تمارة وفي الخيريه ديال تسخير ان شاء الله اقرب وقت. ودابا حنا هذا الشيء ان شاء الله راه هذا الشيء غنمشيو ندوا لعباد الله بلا تصوير كفا لا يديك بتنطقوا على الانسان في الباب ديالو ونحطوا لهم نشوف حالتنا. حنا ما عندنا مع السياسه لا يديك لا خليك، عندنا من مالنا الخاص وتنطلبوا نشكروا الناس ديال المكتب والناس المخارطين اللي تساعدوا معنا في هذا التوزيع. كما لاحظوا الاخوان في التواصل الاجتماعي هذه الايامات بادرت الجمعيه التجار الخضر والفواكه بتوزيع 80 قفه، ووزعنا عاوتاني 60 قفه على سعيد عماله صغيره تمره، ونحن كجمعيه تجار اللحوم الحمراء نوزع 100 قفه بالخضر واللحوم الحمراء، وان شاء الله غادي يستافدوا منها الناس المحتاجين مدينه تمره ان شاء الله. ومشكورين اعضاء المكتب اللي غادي كل واحد وغادي يستافد وغنوصل ان شاء الله حتى المنزل ديالو غندقوا عليه بدون كما لاحظتوا الاخوان في التواصل الاجتماعي كما هضرنا بدون تصوير. الناس اللي غادي تستافد ما غنصوروهمش. اليوم حنا كجمعيه ديال الجزاره ديال اللحوم الحمراء بالصغيرات وتماره جينا تطوعنا باش درنا هذه البركه هذه، قسمنا على الناس اللي ما عندهمش بمناسبه جائحه كورونا، شرينا ضروبه وشفنا الكورنا ذبحناها ودوزها الطبيب وجبات الفريغو والصباح قطعناها ومشينا شنا الخضره، وغادي نفرقوا الاعضاء الجمعيه كل واحد غيدي طرف للناس ديالو، داك الشيء غيمشي من الخمسه واللور غادي يلحق المحل ويعطي ديك البركه ويجي. المهم هذا الشيء لله في سبيل الله، كنتعاونوا مع هاد الناس هادو وكنشكروا السلطه وكنشكركم انتوما وكنشكروا السيد العامل وعاش الملك. ضروبه شريناها ب 180 درتنا 180 كيلو صافي، وحيدنا من المصاريف خلصنا داك الفواد وداك الشيء، واللحم اللي بقى قردناه للمساكين. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.